أما أن يقاتلوا وجها لوجه ما عرف عنهم ذلك، وقد أخبر القرآن بذلك. الذي تشاهده من بعيد هذا هو الحصن، وعندما اقترب المسلمون خرج مرحب وهو بطل اليهود وكان يرتجز، فرد عليه علي بن أبي طالب وقال له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة على الأعادي مثل ريح صرصرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة، أضرب بالسيف رقاب الكفرة، أقتل منهم 7 أو 10، فكلهم أهل فسوق فجرة. طبعا السيارة ما تقدر تتجاوز هذه المنطقة حتى نصل للحصن، لذلك استعنا بهذه الجزمة حتى ننطلق بإذن الله. هذا هو حصن خيبر. طبعا الطريق له صعب، لكن نتجه مع الطريق الثاني. حتى نستطيع أن نصل إليه بإذن الله. وفيها من الماء والعيون الشيء الكثير. ندخل الآن، هذا هو الطريق إلى الحصن. يعني منطقة محصنة. حاول النبي صلى الله عليه وسلم قبل كذا، قبل غزوة خيبر، أرسل سرية إلى اليهود، إلا أنهم لم يستطيعوا فتح الحصن لأنها المنطقة محصنة جدا. لاحظ من هنا كيف هذا موقع الحصن كانوا يعني يختبون فيه، بعدين كذا يجيك المنظر كامل. هذه منطقة خيبر. لاحظ الجهة الأخرى. تلاحظ الآن باب الحصن. طبعا باب الحصن وقعت عنده قصة عجيبة. علي بن أبي طالب كان هو القائد في تلك الفترة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل القيادة الجيش في كل فترة لشخص معين، فعلي بن أبي طالب وضع كمين حتى يستطيع الدخول. وقعت المعركة عند الباب، ففتحوا المسلمون ودخلوا. الآن ندخل إلى منطقة الحصن وتجد كيف اتساع، يعني عجيب. أنا حقيقة استغربت لما دخلت الحصن، شيء عجيب، يعني مساحة كبيرة كان فيه مؤن وإطلالة. يعني من هنا كانوا يرمون على المسلمين، لاحظ كيف المسافة، يرمون عليهم بالنبل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في إصبعه من الرمي الذي كانوا يرمونه. تجد يعني بناء عجيب وتصميمهم يعني كأنهم جاهزون، وعندهم خبر أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر بعض اليهود قال: عندنا خبر أنك ستدخل خيبر، ولكن نحاول يعني نؤخر الوقت الاقتحام. فهذا هو الحصن الأخير أو القلعة الأخيرة التي كانوا يقاومون فيها، وكان عندهم المؤن تكفيهم لسنة، وقد وضعوا في هذا الحصن النساء والأطفال حتى يعني يضمنون المسلمين ما يستطيعون أن يصلون إليهم. إطلالة هنا، هذه إطلالة الحصن، يعني يقدرون يكشفون أي واحد قادم في النهار. أما في الليل صعب، لذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا.
هذا الحصن من الداخل. هذا الباب الأول.